السلام عليكم. اليوم سنستعرض خبر انتقال برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد. أكدت تقارير صحفية عن اجتماع المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولشاير باللاعب البرتغالي برونو فرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، وكان الاجتماع لدراسة انتقال اللاعب برونو فرنانديز إلى نادي مانشستر يونايتد، وهو صفقة مهمة في وسط الميدان، فقد ساهم بأكثر من 40 هدف في الموسم الماضي مع فريقه. قد يكون هذا الانتقال لتعويض اللاعب الفرنسي بول بوجبا الذي سيرحل في الصيف بنسبة كبيرة إما إلى يوفنتوس أو ريال مدريد، وهذه الصفقة مميزة لأن اللاعب موهوب وفي سن صغير، ومن المؤكد أنه سيضيف شيئا لتشكيلة اليونايتد الضعيفة في آخر فترة خصوصا في وسط الميدان. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو، وشكرا.